بمناسبة الذكرى 65 لهجومات 20 أوت 1955 مؤسسة الشهيد العقيد زيرود يوسف التي أتشرف أنا برئاستها، ومعي السيدة شامة البنت الوحيدة للشهيد البطل زيرود يوسف هي الرئيسة الشرفية لهذه المؤسسة. احنا يعني بهذه المناسبة قمنا بعدة نشاطات. الثورة الجزائرية في الولاية التاريخية الثانية راهي كانت ثورة كبيرة وكانت معارك كبيرة، وزيرود يوسف الله يرحمه راهو قصة طويلة وقصة كبيرة، وهو فعلا في حياته يجسد التاريخ كامل تاع الشعب الجزائري. انا نتمنى يعني ان هذا البطل ينال حقه من الظهور ومن يعني البروز ومن التصوير الفني. اتمنى يعني ان فيلم زيرود يوسف ينطلق ويشوفوه الناس، وهذه هو في الحقيقة الفرحة تاعنا.